السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. معكم زيزي وحلقة جديدة من حلقات الرعب على قناة يوميات زيزي ومحمود. والنهاردة معادنا مع قصة الرعب ممر الموت. لو مهتمين بقى المحتوى يكبر ويستمر بيكم والقناة تكبر، استأذنكم بالدعم واللايك والشير للفيديو للقناة كلها. ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، واللي حد بيشارك معانا بحكايته يبعت لي على حسابي الشخصي، هتلاقوه تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. أنا اسمي هدى، خريجة تمريض وبشتغل ممرضة في مستشفى خاص. طبعا طبيعة شغلي بتخليني أسهر بره كتير. دايما بنتجمع أنا وأصحابي قدام المستشفى ونمشي ممر كبير. الممر ده على طول ضلمة مفيهوش نور خالص. سمعت من ممرضات زمايلنا إن الممر ده ماتت فيه تمرجية اسمها عديلة، كانت بتمسح أرضية الممر ده وكان في سلك كهرباء مرمي على الأرض وماتت من الكهرباء. بس الأقاويل على الممر ده كتير قوي، في منهم بيقول إن روح عديلة بتظهر للناس اللي بتمشي في الممر ده وتنتقم منهم، وناس تاني بتقول إن روح عديلة شريرة بطبعها وبتقتل وخلاص. وروايات كتير قوي قوي قوي، وكل واحد بيحكي على مزاجه. كلنا كل يوم الساعة 11 بنتجمع كلنا ونمشي الممر ده لحد ما نطلع على المستشفى. طبعا ما بيكونش فيه خوف قوي عشان كلنا مجموعة. بس المشكلة جت في يوم صاحبتي رحاب، اعرفكم بيها، دي اعز اصحابي ومش صاحبتي وبس، دي كمان جارتي. المهم رحاب اتصلت بيا وقالت لي انت فين يا هدى، اتأخرت قوي وكنا اضطرينا نطلع على المستشفى. معلش والله، بس انا قلت لكم نستناكي بس انت اتأخرت قوي. وصلت وقفت قدام الممر، بصراحة كنت خايفة ادخل لوحدي، بس قعدت اشجع نفسي واقول الممر ما فيهوش حاجة تخوف، وده كلام يعني بيتقال والناس ما بتصدق تقول اي حاجة. ودخلت الممر، مشيت ومفيش اي حاجة. وصلت لنصه بس حصل حاجة غريبة، سمعت صوت بينادي عليا. انا قلت دول اكيد اصحابي بيخوفوني. مشيت وعملت نفسي مش واخده بالي عشان ما يتريقوش عليا. واول ما طلعت وشفتهم قلت لهم خلاص افتكرتوا كده ان انتوا خوفتوني. لقيتهم بصوا لبعض واستغربوا كلامي، قالوا لي هو في ايه؟ قلت لهم ايوه استعبطوا بقى وخدت الموضوع بضحك. تاني يوم وصلت برضه متاخره، وبقى هو انا كل يوم كده هفضل ادخل الممر ده لوحدي. المهم دخلت وسمعت نفس الصوت، اتعصبت او قعدت اقول لهم بطلوا هزاركم البايخ ده، خلاص انا خفت، حرام عليكم، اسكتوا بقى. وطلعت من الممر، واول ما شفت اصحابي قعدت ازعق فيهم، بس هم كانوا مستغربين قوي ومفيش حد اهتم بكلامي. والواحده اللي اهتمت بكلامها حاب وقالت لي ايه اللي حصل بالظبط، حكت لها اللي حصل معايا. قالت لي بصي يا هدى، نصيحه مني، لو جيت متاخر بعد كده تاني روحها على البيت، بس اوعي تدخل الممر ده لوحدك، ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل. بصراحه ما اقتنعتش بكلامها وحصل، وخلصت شغلي ورحت نمت وما حسيتش بنفسي غير على الساعه 11 الا ربع بالليل، وكان فاضل لي ربع ساعه بالظبط. لبست بسرعه بس حاسه ان في حاجه عاوزاني اروح متاخر، ووصلت كالعاده متاخر. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اتصلت برحاب قلت لها تنزلي. قالت لي لا انا خايفه اعدي تاني يا هدى، روحي على البيت، مش مهم النهارده، بكره قول انك كنت تعبانه وما قدرتيش تيجي، بلاش تدخل الممر. وقامت قافله. فضلت واقفه مش عارفه اعمل ايه. طب اروح زي ما رحاب قالت لي ولا ادخل؟ وقررت ان ادخل المره دي. كانت حاجه غريبه قوي لاني لقيت نور في نص الممر. ايوه ده نور، استغربت قوي، هما دخلوا نور في الممر. مشيت وكان الخوف راح اول ما شفت النور. واول ما وصلت للنور سمعت صوت بيقول لي الحقيقه، الصوت كأنه خايف من حاجة، صوت حد مرعوب. حاولت أخرج مش لاقي المخرج، أعمل إيه؟ الحقوني ولقيت واحد ظهر لي شكله وحش قوي كأنه محروق. مين أنت مين؟ قال لي وطي صوتك لحسن تسمعنا، ما تخافيش أنا مش هأذيك، أنا عاوزك تنقذينا. بصيت له وأنا ميتة من الرعب بقول له أنقذكم أنتوا كتير. قال لي أنا هحكي لك الحكاية بس مش هعرف دلوقتي لحسن هي خلاص على وشك تيجي، بص بكرة تعالي بدري وأنا هحكي لك. ومشى والنور اختفى وأنا طلعت أجري على بيتنا عادي، ما حسيتش بنفسي غير ماما بتصحيني وبتقول لي رحاب صاحبتك على التليفون. رديت عليها وسلمنا على بعض وقالت لي كويس إنك سمعت الكلام ومش كده. أنا فضلت ساكتة مش عارفة أقول لها ولا لا،
لا كل اللي قلت له انا تعبانه ومش قادره اتكلم وقفلت معاه. فضلت اليوم كله بفكر في اللي حصل، مش عارف اعمل ايه. الساعه بقت 9 دخلت البست وانا بقرر ان لازم اعرف مين ده. وصلت هناك الساعه 10 ودخلت الممر ومشيت في الممر ووصلت لنصه ووقفت وانا بقول جوايا انا اكيد اتجننت في عقلي. ولقيت النور بيجي عليا والراجل اللي انا شفته امبارح جه وحكى لي حكايته. قال لي انا دكتور اسمي شريف سعيد وكان بيشتغل هنا من حوالي سنتين ومات محروق بسبب عديلة طلبت منه انه يحرق المستشفى لانه مدفون فيه. ها صندوق جوه الصندوق ده في سر محدش يعرفه، كل اللي هو يعرفه انه في الصندوق ده حاجة عديلة لو عرفته هتستعي. قال لي انه رفض يعمل كده وكانت نتيجة رفضه انه مات ومش هو لوحده، ده قبل ناس كتير دكاترة وممرضين ماتوا بنفس الموتى. بس عادلة دلوقتي طلبة مننا يا إما المستشفى يا إما هتأذي أهلنا وولادنا، كل دول هتأذيهم ويهم يا المستشفى. أرجوك نفذي طلبها، أهلنا كلهم حياتهم بين إيديك ومش أهلنا وبس وأرواحنا كمان. عادلة بتستخدمنا في أذى الناس، متحكمة فينا، عادلة متحكمة فينا كلنا وهتحرق المستشفى قريب جدا وبمساعدتك يا ابو مساعدة غيرك. بس انت عرفتي يعني لو وصلتي لمساعدة غيرك انت هتكوني متي. ارجوك النصيحة مني واسمعها كويس، اوعى حد يعرف اللي قلته. لو حد عرف ما اقدرش اقول ايه اللي ممكن عديلة تعمله. بصص له وانا ميتة من الرعب من اللي بسمعه. قلت له طب وليه اخترتين انا؟ رد قال لي انا مش انا اللي اخترتك، انا سمعت عديلة وهي بتجيب سيرتك، عديلة اللي اخترتك. قلت له سيرتنا؟ قال انت. ولقيته اختفى. بقيت واقفه افكر في اللي اتقال لي، مش عارف اعمل ايه ومش عارف اقول ايه. كل اللي عملته ان رجعت البيت اتصلت برحاب قلت لها خدي لي اجازه، حاولت تعرف في ايه بس انا قفلت معاها بالليل. دخلت اوضتي وقعدت على السرير وفجاه النور اتقطع ولقيت دكتور شريف قدامي وبيقول لي انا عارف انك اخدت اجازه عشان ما تجيش الممر، بس ده مش حل لان لو احنا عاوزين نجيلك سهل جدا نجيلك وقريب جدا عادلها هتجيبي. ومش حسيت صداع مش عارف اعمل ايه، دماغي واقفه مش عارف افكر. يا رب ساعدني، انا تعبت اتصرف ازاي؟ انا ما بقتش انام، كل اللي يجي يكلمني في البيت ازعق في لغايه ما في يوم دخلت اوضتي ونمت على سرير ولقيت اللي بيسحبني وبيشدني. ما حسيتش بحاجه غير اني بقيت في الممر. ازاي وصلت له؟ ازاي انا جيت هنا؟ ازاي ولقيت ارواح كتير واقفين؟ بصيت في كل مكان، واحد وناس ساكته وخايفين بس مركزين. بصيت لقيتها عديله وبتقرب عليا، همست في ودني وقالت لي طبعا انت عارفه انا عاوزاكي في ايه وعارفه انك ما ينفعش ترفضي لاني مش حياتك اللي بقت في خطر، ده اهلك كمان. بص انا هقول لك اللي فيها المستشفى دي، زي ما انت عرفت فيها صندوق والصندوق فيه روح متحكمه، وعشان الروح دي تتهزم لازم المستشفى تتحرق جوه الصندوق. في لغز انا لو وصلت له هقدر اتحكم في الارواح اللي جوه واللي بره. بصت لها مستغربه اللي بره، قالت لي انا روحي مسحوبه جوه الممر ده ومش هعرف اخرج منه غير بامتلاك اكتر من 1000 روح تكون تحت سيطرتي ومسخره لي. حاولت اموت ناس واخد ارواحهم بس في ارواح ما قدرتش عليها وما قدرتش اسخرهم، وباللغز ده هقدر على اي روح مهما كانت قوتها. فهمتيني؟ يعني لازم تجيب لي الصندوق يا اما حياتك هي الثمن. وما حسيتش بنفسي غير اني بصحى على صوت ماما، طلعت اجري زي المجنونه اتصلت برحاب اقول لها ساعديني نحاول نتصل بالبوليس نعمل اي حاجه يمكن يقدروا يطلعوا الصندوق ده. قالت لي اوعي تعملي حاجه، استني بكره اجي معاك ندور عليه لوحدنا. واتفقنا نتقابل هنا. ورحت تاني يوم الممر في الميعاد اللي اتفقنا عليه ولقيت ارواح كتير واقفين على يميني وشمالي وكلهم بيبصوا لي، ولقيت دكتور شريف واقف بيقول لي انا اسف بس انا حذرتك انت اللي ما سمعتيش النصيحه. وفجاه كل الارواح اختفت والمكان كله بقى نار، وفي اخر النار خيال واقف ماسك زنزين وكبريت وقالت لي بصوت عالي انا اسفه بس حياه اهلي في خطر وانا مش ممكن اضحي بيهم. بصيت لقيت رحاب وقلت لها ما تعملش كده يا رحاب، حرام عليك انا ما عملتش لك اي حاجه. وفجاه لقيت النار مسكت فيها هي كمان وكانت بتصرخ وبتقول لي مش هسيبك مش هسيبك، واتحرقت تماما وانا واقفه مذهوله ولكن النار قلت واختفت وعم الهدوء على كل المكان. مش عارفه انا طلعت ازاي من المكان ده لكن ما حسيتش بنفسي الا وانا بجري على البيت من كتر الخوف والرعب اللي شفته. عشت بعدها فتره طويله وانا بحلم بكوابيس وكل اللي حصل.
ولكن قررت اني مش هروح الشغل ده تاني ابدا، واديني كتبت لكم حكايتي. كده وصلنا لنهاية حكايتنا. شكرا لكل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وشكرا لكل الناس اللي بتقدم الدعم للقناة دايما ومش بتبخل بالدعم. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والكومنت والشير للفيديو للقناة كلها مع كل احبابكم واصحابكم. اعزائي المستمعين، وبكده تكون خلصت حكايتنا، لكن حكايتنا ما بتخلص. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.